رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: اسمي نهى وعمري 25 سنة، متزوجة من سنتين. أنا وزوجي نحب بعض وعايشين بسعادة ولله الحمد. الكل يشهد لي بحب زوجي ونظافة بيتي واهتمامي بزوجي وبنتي وبطبخي، يعني الحمد لله كل زوج يتمنى هذه الزوجة. لاحظت من شهر إنه زوجي متغير علي، صار يجي من برا ويجلس في السيارة ساعة قبل لا يطلع البيت. أنا كنت أشوفه من الشباك، واضح إنه جالس على جواله ويكلم، لكن يكلم مين ما أعرف. ولما يطلع وأسأله يصرفني، مرة يقول لي الدوام، مرة يقول لي أهلي، ومرة يقول لي إخواني. دوام زوجي في شركة، والشركة هذه مختلطة، وأنا ما كنت أشك فيه أبداً. بس بعد تصرفاته اللي صارت زايدة عن اللزوم بدأت إني أشك فيه. دايم معصب علي ومو طايق لي ولا كلمة، وطول الوقت يبغى يجلس لحاله، ما يبغى صوتي ولا صوت بنتي. حتى طلع من البيت ما صار يطلعنا، واحنا كنا دايم طلعاتنا مع بعض، ولا عنده اصدقاء كثير، يدوب ينعدون على الاصابع، لان زوجي طبع بيتوتي. بس الفترة الاخيرة تغير، وصار طول الوقت يقول انا بطلع مع اخوياي. انا استغرب، اقول ما عنده اخويا، دايم يطلعون مع بعض، وهالشي يشككني انه عذر بس عشان يطلع من البيت. وزيادة على ذلك صار يجلس بالمجلس بالساعات، بحجة انه منتظر صديقه يجي عنده ويقفل الباب عليه. وانا كنت دايم اجلس اسمع انه يكلم، بس ما أقدر أميز يكلم مين. في يوم من الأيام جهزت نفسي وولعت شموع وتجهزت عشان قلت ممكن يغير نفسيته شوي، قلت يمكن يقول لي إذا في شيء أو يعترف لي بشيء، لأن الوضع صار ما ينسكت عليه. ولما وصل كالعادة وضعه كان مرتبك وحالته حالة، ويقول أنا تعبان وأبغى أنام، المهم يخترع أي عذر عشان ما يجلس معاي. لكن وقتها مسكته إلا ولا تجلس، وقمت أقول أنت إيش فيك متغير علي؟ إيش صاير معاك؟ قل لي أنا زوجتك، أنا أشيل همك، ولا تقول لي إنه الشغل طول عمرك تشتغل، أنت في شيء ثاني مخبيه عني. قام معصب يقول أنت مسكتي جوالي ولا شفتي شيء علي؟ قولي اللي عندك، لا تنتظرين مني أنا أفتح السالفة. قلت له أي سالفة؟ أنت قاعد تتكلم عن إيش؟ ليش متغير علي؟ أنت اللي تقول لي إيش فيك، وضعك غريب ترى. بعدها قام يقول أنت تعرفين إنك حبيبتي وزوجتي وأم بنتي الغالية، لكن اللي صاير فيني لازم تعرفينه. أنا بصراحة أحب زميلتي معاي بالدوام، بصراحة ما قدرت أمنع نفسي من إني أحبها، إنسانة محترمة ومؤدبة، بصعوبة تعرفت عليها وما وصلت لرقمها إلا بصعوبة، بعد ما قلت لها إنها راح تكون زوجتي وراضية إنها تكون زوجة ثانية، حبيتها غصب عني، شيء خارج عن إرادتي، هذا مو معناته إني ما أحبك، أنت حبيبتي وزوجتي وأم أطفالي، بس حبي لها غصبا عني. وبدأ يتكلم عنها وعن صفاتها وعن جمالها، ويقول الله كاتب هذا الشيء، يعني مو بيدي، وأنا مستحيل ألعب على بنت الناس وأعيش مراهقة، وإنتي لازم تساعديني، وإنتي اللي لازم تخطبينها لي. أنا هنا خلاص انهارت، وقمت أصارخ وأقول حرام عليك، أنا في إيش قصرت معاك؟ مهتمة فيك وفي نفسي وبيتي وبنتي، ليش تسوي فيني كذا؟ وجلست أبكي قدامه، وهو ولا كأنه يشوف شيء، ما أتحرك ولا حركة، بالعكس قاعد يحكيني عنه وعن مواقفهم مع بعض، كأني واحد من أصدقائه، ما كأني زوجته. وجلس يقول تكفين لا تكسرين قلبين، والله إنه غصبا عني، والله إني أحبك حتى أنت وإنتي الغالية، موضوع أنا ما رح يغير شيء من علاقتنا، بالعكس بتكبرين في عيني وحبك بيزيد. أنا وقتها قلت أكيد إنه يضحك علي بكلامه، وجلس يقول أنا ما رح أفرق بينكم، ولك يومك ولها يومها، ولا رح أقصر عليك بشيء. قمت أنا أقول أنا ما أقدر، ما أقدر أرتب هذا الشيء، رح أطلب الطلاق. وقتها رد علي وقال أنت رح تكونين مأثومة، لاني بظل اكلمها وعلاقتنا راح تكون في الحرام، وانا قادر اعيش معاها بالحلال، قدري هذا الشيء. انا جيت وقلت لك ما ضحكت عليك وتزوجتها بالسر، حسي فيني، حرام عليك، قدري مشاعري. قلت له انا مين يقدر مشاعري ويحس فيني؟ زوجي وحبيبي وابو بنتي، كيف تبغاني ادخل وحده في حياتنا بيدي؟ قام يقول رجاء لا تحطمين قلبي، رجاء لا تخليني اعيش حياتي تعيس. وقتها انا اخذت نفسي ودخلت الغرفه وجلست ابكي وابكي لين ما حسيت بنفسي من التعب، ونمت حتى بنتي ما دريت عنها. صحيت لقيته هو وبنتي نايمين في الصالة، كنت أتمنى اللي صار حلم، وإن اللي صار كله كابوس، ما قدرت حتى أفكر بالموضوع. أنا أخطب لزوجي؟ زوجي يحب واحدة غيري يا ناس، كيف ما أقدر أستوعب هذا الشيء؟ المشكلة أنه وضعي صعب، ما أقدر أتطلق منه، صعب مرة، لأن أمي متوفية وأبوي متزوج، ويمكن هذا الشيء وهذا السبب خلى زوجي يتجرأ ويطلب مني هذا الطلب. جلست أقول يا ربي ليش أنا؟
وأنا أعرف كثير بنات ما يسوون نص اللي أسويه وأقدمه لزوجي، ليش برغم كل هذا ما كفيت زوجي وعبيت عينه؟ وأنا حتى وظيفة ما توظفت عشان زوجي، عشان ما أهمل بيتي وأنشغل بالدوام عن زوجي، بعد كل هذا راح حب غيري ولا قدر هذا الشي، حتى طلعاتي والله إني كنت أكنسلها عشان أجلس معاه، إذا كان متضايق أو زعلان، كيف حس بالنقص وقدر يحب وحدة غيري؟ قمت أصلي وأدعي ربي يا رب لا تحرمني منه، يا رب أصرف نظره عن هالبنت، يا رب قويني وقدرني أرجع له عقله. المشكلة زوجي يعرف إنه كل شي في حياتي، كيف أنا ما كنت كل شي في حياته؟ كنت أفتح جواله وأشوف كلامهم مع بعض، تخيلوا اللي واضح إن البنت ثقيلة عليه، يعني هو اللي يطارد وراها وخفيف عندها وهي الثقل كله، ما كانت ذيك المايعة الضعيفة اللي تحاول تكسب رضاه، لا بالعكس هو اللي يراضيها ويهديها وبيحاول يكسب ودها، حتى الكلام يسحب منها سحب. بعدها زوجي ساكت وما فتح الموضوع مرة ثانية، استغربت أنا وقلت خلاص دام ساكت ما راح أفتح الموضوع ولا أتكلم في شيء، وبعدها فتحت مرة جواله وقريت رسالة لها تقول فيها إن شاء الله بإذن الله بعد أسبوعين يصير خير، ما أعرف على إيش اتفقوا. كنت أقول بستغل وضعه وأحاول أحتويه وأحاول أقوي علاقتي معه، وأنا أصلا هالشي كنت أسويه من أول، بس قلت بزيد الجرعة شوي وأشوف الوضع. حاولت وحاولت لكن للأسف تخيل كل ما جيت أجلس معاه يجلس يسولف عنها وعن طبعها وشكلها كأني أنا إنسانة بدون إحساس، وقتها تنزل دموعي وأقوم من عنده، صرت أنا اللي أتهرب من الجلسة معاه. تدرون إني فكرت أروح للدوام وأطلب منها وترجاها تبعد عن زوجي، وكنت فعلا راح أسويها، لكن سبحان الله جاني خبر وشلت الفكرة من راسي نهائيا، وهالكلام سمعته من أبوها لما قال لزوجي إن ما عندنا بنات للزواج وبنتي تنتظر خطيبها اللي جاي من برا وزواجها قريب. ما أحكي لكم وضع زوجي بعدها والحالة النفسية اللي دخل فيها، وأخذ شهر من الدوام إجازة وحاول ينقل من دوامه، حتى حاول ينقل من المدينة اللي احنا فيها وما عاد يطيقني كأني أنا السبب، وأنا ما سويت أي شيء غير أني جلست نفس طبيعتي أهتم فيه وأهتم في نفسي وفي بيتي لحد ما أستوعب كل شيء. رجع وقال أنا آسف لهذا الشيء اللي صار لأني ظلمتك وإنتي ما كنتي تقصرين معاي واستحملتيني واستحملتي مراهقتي. بعدها حسيت أني انتصرت وحسيت أن رب استجاب دعواتي وصلاتي، لكن من داخلي في شيء مكسور، رغم انه عوضني بالهدايا والسفر بس للأسف ما قدرت أسامحه، صح اني مراعيته بس عشان ربي لكن ما زال الجرح أثره موجود، ونسبة الحب أكيد قلت 100%. ونصيحتي لكم يا بنات لا ترمون نفسكم، لا تعطون أكثر من طاقتكم، خلوا حبكم متوازن، أحبه بس ما أقول لا تحبه، حتى لو زوجك بادليه بالاحترام، خلي بينكم مودة واحترام وحبيه بتوازن، حبيه زي ما هو يحبك، لا تحبيه أكثر من حبه لك، لأنه في النهاية راح يشوف هذا الشيء تعلق وراح يستغني عنك. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.